بما ان الاسعار فاتحه سبرنت وطالعه تجري، سبرنت ده يعني بص بتجري على اقصى سرعه ورحله صعود بلا توقف. عارف انت في قطارات كده بتمشي ما بتوقفش محافظات، في قطر كده اللي هو بص على طول بياخدها كده في السريع البني. احنا بقى عايزين نقول ان للاسف الشديد الاسعار عماله ترتفع بشكل جنوني، منها على سبيل المثال اسعار الذهب ارتفعت النهارده 215 جنيه خلال اسبوع، يعني زياده كام في الميه؟ 6%. طيب عندنا خبير اقتصادي بيكلمنا وبيقول لنا ان ارتفاع الدولار امام الجنيه المصري غير مبرر ومؤقت وسنشهد تراجعه قريبا، فلما قرأت هذا التصريح توقفت عنده كثيرا. ازاي؟ يعني ارتفاع الدولار قدام الجنيه غير مبرر؟ وان دي حاجة مش قاعدة وحاجة شاذة عن القاعدة، والشاذ عن القاعدة عمره ما بيبقى قاعدة. فبالتالي الراجل بنى كلامه على هذا الموضوع وقال لك يا جماعة ما تقلقوش، ده هينزل تاني وهيرجع تاني وهنشهد هذا التراجع قريبا. تيجي نسمعه كلنا مع بعض؟ يلا بينا. بالإضافة كمان إن إحنا يمكن في ظل الظروف الراهنة، يمكن التوترات الجيوسياسية حوالينا دايما المؤسسات بتبقى متوخية الحذر، بالإضافة كمان لعدم استقرار سعر الصرف المؤقت، وإحنا هنا بنتكلم إن إحنا يمكن شفنا صعود لسعر الصرف في خلال الأسبوع الماضي، ولكن يمكن ما كانش ليه أسباب مبررة، خصوصا إن إحنا يمكن إحنا بنتكلم إن في كانت كويسة جدا، هي مؤقتة وهنشهد مرة واحنا شفنا يمكن حتى لما سعر الصرف بيرتفع احنا يمكن نشوف ان اغلب الشركات، يمكن احنا شفنا نتائج عمل الشركات في خلال 9 شهور اغلب الشركات حققت طفرات في الارباح خلال الفترة الماضية. طيب هو طبعا اشمعنى جت على الذهب؟ ما كله بيغلى يا عم، بس نفسي بقى الانسان المصري يغلى، يغلى عند السلطة كده ونلاقي برضو الاسعار. على كل حضراتكم نشوف برضو يعني لا يزال الحديث كله عن الدولار. ليه الدولار؟ ما خلاص احنا بقينا مربوطين كده بقينا بالدولار. الدولار طلع يا ريس احنا ايه انخفضنا. خلي بالك يا قصه دايما وابدا معادله عكسيه، الدولار طلع فوق احنا نزلنا تحت، الدولار نزل طلعنا احنا. مش ممكن لو الدولار نعمل اتفاقيه، نعمل اتفاقيه مصالحه مثلا، يعني الدولار لو طلع ياخدنا معاه او لو نزل بلاش ياخدنا معاه زي ما احنا. الخبير الاستشاري الاقتصادي الاستاذ علي متولي بيتوقع ايضا بوصول الدولار مقابل الجنيه المصري لاقل من 51 السنه الجايه، يعني اتمنى الراجل ده متفائل جدا. لكن امبارح حضرتك الدولار كسر حيز ال 50، انما نسمع برضه نشوف قال ايه. لو حدثت اتفاقيات اخرى، احنا سمعنا ان السعوديه مثلا في دلوقتي مباحثات معاها على كذا مشروع، يعني دي ممكن انها تساعد على ارتفاع احتياطي العملات الاجنبيه، انخفاض الدين الخارجي. لكن خلينا نقول انه تحسن هيكل التجاره الخارجي لازم يكون الهدف الاساسي، بمعنى زياده الصادرات تخفيض الواردات، علشان ده هو اللي هيساعد في انه ان احنا نشوف استقرار اكتر لسعر الصرف. توقعات دلوقتي ان هو اصلا سعر الصرف هيبقى السنه الجايه المتوسط بتاعه ما بين 50 و51، وفي 26 هيكون ما بين ال 54 55، ده التوقعات اصلا بتاعت اغلب المحللين في البنوك والشركات الاستثماريه. لو حدثت اتفاقيات اخرى، احنا سمعنا ان السعوديه مثلا في دلوقتي. طيب بصوا يا جماعه، فاكرين لما قلنا ان في هيبقى في قسط على هدوم العيد؟ يعني اللي عايز يشتري هدوم العيد البنوك هتقسطها، والله العظيم الدوله قالت كده. وبعدين تاني قلنا تقريبا، انا ساعتها قعدت هزرت شويه قلت ايه، طب خلاص خروف العيد كمان يتقسط، طب مش عارف ايه يتقسط. فبدات لقيت ان الدوله ماشيه في اتجاه ان هي ممكن تقسط حاجات كتير جدا وحاجات ما حدش يتوقع ان هي ممكن تتقسط. ولكن لماذا وصلت الدولة والنظام مع البنوك إلى هذه النقطة تحديدا؟ عشان حاجة واحدة بس، أنت محتاج يا محمد، أنت فقير يا محمد، أنت معكش يا محمد، لا معانا نجيب لعيالنا لبس العيد
ولا معانا نجيب حاجات رمضان. والله انا نسيت يا ميش رمضان كان قبليه، قال لك بالقسط برضه. ثم بعد ذلك وجدنا ان هناك اتفاق ما بين البنك الاهلي والدوله. البنك الاهلي دائما وابدا بيجي في مبادرات في ظاهرها طبعا ان هي شيء ايجابي لمصلحه المواطن انه هيقصر. طب هو المواطن المفروض ما يبقاش قادر يجيب فيلجأ الى قرض من البنك عشان يقسط؟ مش ده برضو مش حلو؟ مش ده برضو بيصب في مصلحة المواطن بس بالعكس؟ مش ده يا جماعة بيعمل حاجات كتير جدا تخلينا نوصل لنقطة مفادها ان انا كمواطن مش قادر اجيب مثلا مروحة، مش قادر اجيب بوتاجاز، مش قادر اجيب تلاجة. فشركة العربي مشكورة تتعاون مع البنك الاهلي، توشيبا العربي تتعاون مع البنك الاهلي عشان يبدأوا يقسطوا الاجهزة المنزلية. مرة قلت للدكتور عطوان ايه؟ حلوة دكتور مبادرة السمك دي حلوة وبتاع ومش عارف ايه. قال لي يا عم حلوة ايه؟ انت عارف المبادرة معمولة ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان الناس معهاش فلوس تشتري اصلا. والله فاستحضرت هذه الجملة دلوقتي وقلت طب ما هو العربي مع البنك الاهلي هيعملوا مبادره التقسيط دي ليه؟ وقال لك وبدون فوائد. واول قسط هيبقى امتى؟ في 25 يناير 25. يعني انت ممكن تاخد الحاجه دلوقتي وتدفع اول قسط في 25 يناير 25. تاريخ حلو والله، تاريخ حلو جدا ومهم جدا. فبالتالي انا شايف ان هذه المبادره لقله الاقبال على شراء الاجهزه، مش عشان الاجهزه لا سمح الله وحشه. توشيبا العربي مصنع محترم وبنثمن اي منتج مصري، ومن ضمن هذه المنتجات المصريه منتجات شركه توشيبا العربي، ولكن الناس معهاش تشتري، فعشان كده جاء هذا الامر تقسيط بين البنك الاهلي وما بين شركه توشيبا العربي.